أعداد من هذا الأصحاب. تقول كلمة الرب كده: ولما جاء داود ورجاله إلى صفر كان العمالقة قد هزوا الجنوب. وضربوا صفر وأحرقوها بالنار. وبسبب النساء اللواتي فيها لم يخطروا أحدا، لا صغيرا ولا كبيرا، لا صغيرا ولا كبيرا، بل سقوهم ومضوا في طريقهم. فدخل داود ورجاله المدينة وإزهرها محرقة بالنار، ونساءهم وبنوهم وبناتهم قد صبوا. فرفع داود والشعب الذين معه أصواتهم وبكوا حتى لم تبقى لهم قوة للبكاء. وسجدت امرأة داود أخيهم أبيازر عليه وأبيجاي امرأة من أبان الكرملي، فتضايق داود جدا. ليه يا رب؟ عشان مش بس كل الحاجات اللي حصلت، لكن بصوا كلمة خطيرة جدا: أن الشعب قالوا، مش قالوا، قالوا برجمين، لأن أنفس جميع الشعب كانت مرة كل واحد على بني وبناته، وأما داود فتشدد بالرب إلهه. ثم قال داود لأبيازر الكاهن ابن أخي مالك: قدم إلي الأفود. فقدم أبيازر الأفود إلى داود. فسأل داود من الرب قائلا: إذا لحقت هؤلاء الهزاة فهل تدركهم بسرعة؟ فقال له الرب: الحقهم فإنك تدرك وتعمل إيه؟ وتدرس. فذهب داود و600 رجل الذين معه، وجاءوا إلى وادي بسوة متخلفون، وقفوا عدد 19، ولم يفقد لهم شيئا، لا صغير ولا كبير، ولا بنون ولا بنات، ولا بنون ولا شيء من جميع ما أخذوا. بل رد داود الجميع، وأخذ داود الغنم والبقر، سقوها أمام تلك المشية، وقالوا: هذه غنيمة داود، هذه إسرائيل. في الحقيقة الأصحاح اللي قدامنا نقدر نسميه أصحاح سلطان تغيير الله. سلطان تغيير إيه؟ بص في إيدك كده، قول يا رب أنت اديتني خاتم عشان الوضع بتاعي يتغير. أمين؟ الله خلقك في العالم ده عشان تغير في الأوضاع. أنا عارف إن في قرارات غلط حصلت الوقت اللي فات، مش أنا اللي بقول، الرب اللي بيقول. في قرارات حصلت الوقت اللي فات أدت هذه القرارات إنك تروح حتة مش بتاعة الرب. أخونا الغالي داود راجل رائع جدا وراجل محب جدا للرب. هو ملك حقيقي ولا ملك في واقعي؟ حد عارف هو ملك حقيقي ولا ملك واقعي؟ ساعتها كان الملك بتاع الواقعي كان اسمه إيه؟ كان اسمه شاول، لكن الملك الحقيقي كان اسمه داود، صح؟ الرب يدعوك في هذه الليلة أن لا تسلط الواقع، لكن تصدق إيه؟ تصدق الحقيقة، صح؟ الواقع بيقول غير الحقيقة، الواقع بيقول إن شاول ملك، الواقع بيقول إن شاول يتحكم في مقاليد الأمور، لكن في الحقيقة، الحقيقة بقى السماء بتقول أن داود له سلطان، أن داود معين من الله بشكل غير عادي وبأمر غير عادي. نعرف إزاي الفرق ما بين الاثنين يا حبايبي؟ عايز أقول لك حاجة مهمة، داود لما جه يمسح، حد عارف اتمسح بإيه؟ أنتوا أكيد شاطرين، تمام؟ داود اتمسح بقرن الظهر الرب ده، لكن شاول اتمسح بإيه؟ حد عارف بقارورة أو قنينة الظهر. طب إيه الفرق ما بين الاثنين؟ أن السلطان الإلهي معطى ليك، السلطان الإلهي معطى ليك مبني على الذبيحة، فمفيش حاجة ممكن تاخده خالص، أياً كانت الواقع، أياً كانت الظرف اللي أنت عديت فيه، قراراتك الخاطئة مش هتشيل سلطان الله من على حالك، لأن سلطان الله بملكك مبني على قرن الإيه؟ مبني على قرن الظهر. عشان كده قرن الظهر هنا ده جزء منين يا حبايب الرب؟ القرن ده جزء منين؟ من الذبيحة، سلطانك مبني على الذبيحة. مين هنا تقول أن السلطان الروحي مبني على الذبيحة؟ سلطانك الروحي مبني على الذبيحة، مين يقول كده؟ اعلن أن سلطانك الروحي مبني على ذبيحة الحمل، فقراراتك الخاطئة، ضعفك، شرك، عدم أمانتك، ذهابك إلى بلاد بعيدة، خروجك من دوائر المشيئة الإلهية لن يمنع سلطان الله الممنوح ليك بقوة دم الحمل. تقول هللويا؟ تقول مجد للرب؟ تقول الرب هنا حاضر في الوسط؟ ابتهج، ما تخافش، الرب مفيش حد هينزع الخاتم من إيدك أبدا. ما فيش شيء ولا قوة في الدنيا تقدر تنزع الخاتم من ايده. بس بدأت الحكاية ازاي؟ خلينا نقول كيف وصل هذا العظيم الى هنا؟ ايه اللي خلاه في الحالة دي؟ ايه اللي خلاه في الوضع ده؟ انا قلت لكم مين هو، صح؟ هو ملك حقيقي،
بتفضل الرب، بس الحقيقه انا وصلت هنا هي كده هي كده. زرعها بعده في ودانه وقال له انه هتموت هتموت. مش قال لك العدد الاسابيع اللي فاتت انك هتموتي؟ مش قال لك انك هتموتي بالحصره او كسره العدو؟ مش قال لك هتموت بالمرض؟ مش قال لك هتموت من الاعتياد او من الغاز؟ مش قال لك العدو الكلام ده؟ المفروض يتشتت بالرب صح؟ المفروض يقول ان الرب صنع مع انتصار. المفروض يقول ان الرب دفع شاول ليدي وانا لم اقتله لانه مسيح الرب. المفروض الاختبار يرفع قلبك مش جدك. المفروض لما الرب يعدي بيك في ازمه ويطلعك منها يقوي عضلاتك الروحيه. بس هو طلع من الازمه قال ايه يا حبايب الرب؟ ومليش حد قال لك ادخلي ما تخافيش. امر فقال
مرتاحين والدنيا سهله. أو رفعت هذا ريحا عصر فرفعت أمواله وأمواج البحر رفعت أمواله. وأنا وأنت يصرخون يصرخون إلى الرب، يصعدون إلى السماء، يهبطون إلى الأعماق، ذهبت أنفسهم بالشقاء وكل حكمتهم ابتلع، فيصرخون إلى الرب فيخلصهم ويهديهم إلى المرفع الذي يريدونه. يهدد العاصفة، مين اللي رفعها في الأول؟ مين هيئتها في الأول يا حبايبي؟ مين أنت شايف الموج بس مين وتسكت أمواله؟ قل له أنت بدأتها وتنهيها باسم يسوع، أنت بدأتها وتنهيها. أنا ما أعرفش التجربة اللي أنت عايشة فيها، بس إله كل نعمة بدأها وينهيها. إلهك سيضمن سلامتك في اسم الرب يسوع، إلهك سيضمن سلامتك. تقول أمين؟ أيوة أنت صدقت. ولما صدق راح لحتة غريبة أوي، راح لحتة اسمها جات. حتى عارف جوليات اسمه جوليات إيه يا حبايب الرب؟ جوليات جات. انت نسيت ولا ايه؟ طب احنا وافقنا يجي يعيش في وسطينا، ست ناس
والاخوات والشباب، غنوا للراجل ده في عز انتصاره وقالوا ايه؟ فاكر الاغنيه اللي انعدوا اللي هو شعب الرب يعلمنا بيها لحد النهارده؟ الله سيخلق من ازمتك اناشيد تهز ارقام العالم. الله هيخلق من الواقع اللي انت عايشه فيه تسبيحه تهز ارقام فرعون. ايوه الرب بيقول لك انت الكلام ده من وسط المرض والالم والوجع والحرمان وتاريخك الصعب وتاريخك المؤلم. يبقى سبب قصر عليه. راح اخيش قال له انت في عناية كملك رب ارجع يا حبيب. قال او ما رجعش. كان فقد كل شيء. قال او ما رجعش. على فكرة عايز اقول لك بطمنك ان لوضعك نهاية ولقراراتك الخاطئة نهاية. الرب قال لك لا دي بقى ما تاخدهاش. دي بقى ما تاخدهاش. في واحدة خد القرار الغلط وعايز تاخد القرار التاني. الرب قال لك القرار التاني ده غلط. ما تاخدهوش. كل فلوسه وتاك. فأنا بقول له الرب بيقودك لجوه حقيقة حية. قال لي أيوه فعلا. أنا اللي كنت بتكل عليه انتهى إلى الأبد. البنك ده فلس مش معايا ولا منين. فأسطلة وأحرقك بالنار إلى الأبد. هذا الرجل الآن هو مسيح الرب خادم للرب العالي بيحضروه آلاف وآلاف من البشر. قال لو سطلة لم تحرق بالنار لم يستلم داود الملك ابدا ابدا. كان خلاص استريح في الحته اللي هو فيها. كما يحرك النسر عشه على فراخ ابويا ايوه يفرد جراح يفرد النهارده دراعه ويحملها في اسم الرب يسوع. الوقت اللي جاي قريب جدا هيسيب الرب المتكب والمعتقد. ما تضطربش ما تضطربش. هيسيب الرب الحته اللي انت حاسس انها ممكن تسند نفسك عليها تسند ظهرك عليها. هيعمل كده الرب. الرب هيشيل العكاز اللي انت ماسكه قوي وماشي بيه. الرب في يوم من الايام هياخدك الحته الصعبه خالص يا طول ويكسر حتى الرب حقه في راسك وتمشي وانت بتخلع وانت بتقعد بس وانت حاطط ايدك على مين؟ في يوم من الايام هيعمل الرب كده. في يوم من الايام هيعمل الرب كده. ما تتضايقش لما ده يحصل لان الرب هيدي لك الملك في هذه الليله. ما تتضايقش الليله اللي الرب هيختلي بيك فيها ويزيل الرب كل معتمدك ويزيل الرب كل الاوتاد اللي انت موجود عليها واللي انت مسؤول عليها. ده ما يزيل الرب الاعمده من حياتك. اطمن لان الوقت ده الاب مزعج لكن الرب سيعطيك الملك. الرب سيعوضك بملك خير عاد. الله يعوضك بملك خير عاد. ما تقلقش ما تقلقش. انا عايز قبل ما اكتب معاكم انا عارف طولت عليكم صح طولت عليكم صح. في مره من المرات انا ما بعرفش اعوم. انتوا بتسجلوا طيب ربنا يسامحك. انا ما بعرفش اعوم فقالوا لي العيال اولادي في الايمان يعني تعالى يا ماما يعني العب معانا في الميه جوه. فانا قلت لهم مش بعرف اعوم.
خليها في سرك. المهم بطبش، خليها تطبش، هذا شعور كلابي يعني، أنا طفل يا أخي. المهم حتى أنت المهم فأنا عمت عم الكلابي ده وقعدت ألعب مع العيال، والعيال يلعبوا مش عارف إيه وبتاع، والعيال فرحانين إن بابا القسيس معانا في المية. وشوية معرفش إيه اللي حصل، بصيت لقيت العيال بيصغروا. اتريت انا بعمل ايه وانا ما اعرفش يعني هرجع لهم، وانا بحاول ارجع لهم لقيت رجلي مش عليه، مفيش ارض، مفيش ايه ارض. فنصحونا بقى الناس ساعتها انه لما تلاقي نفسك هتغرق اعمل نفسك ايه ميت، يعني اعمل نفسك ارمي نفسك كده والميه تعمل ايه. مدربين انتوا الموضوع ده؟ مدربين؟ دربتوا عمر وانا عملت كده متخيل ان الميه هتعمل ايه؟ وفعلا شليت بقى وشي فين؟ وانا كده ببص كده الاقي الناس بتعمل ايه؟ ومراتي بره فاكره ان جوزها اتعلم العوم على القمر، ما اعرفش ولا فرحانه ولا انا ما اعرفش، هي تبكي الصبح في الصندوق، فانا ما اعرفش هم فرحانين ولا زعلانين، فانا مش عارف اعمل ايه؟ ما عنديش اي حكمه في الموضوع، ما عنديش اي خبره. سمعت صوت بيقول لي، صوت واضح مسموع، بيقول لي اخبارك ايه وطمنا عليك؟ وزي ما انت شايف انت كويس فوق، انت مبسوط بالحاله بتاعتي؟ طيب انت مبسوط بالوضع اللي انا فيه؟ انا مبسوط جدا. انا كنت عايز افتيك الحته دي من زمان، اصل بصراحه نفسي في مره واحده اشوفك في حياتك انت، لان انا لا بدايه ايام ولا نهايه ايام، بس كان اول مره اشوفك انك بلا قوه وبلا سند وبلا امكانيات وبلا ذكاء وبلا حكمه. انا كان نفسي اشوفك في الوضع ده فاضي تماما. طب انت مبسوط؟ انت شفتني كده تمام؟ طب هنطلع ولا نطلع فوق ولا نطلع بره؟ انا مش عارف انا عايز ايه بالظبط. قال لي لا خلاص انا عايز اعلمك الدرس بس، انه عندما تكون بلا قوه يبدأ استخدامي فيك وقوتي فيك بلا حدود. لما تنسب قوة وتضبط قوة من داخلك، خلي حكمتك تنفعك وخلي شطارتك تنفعك. اليوم اللي انت فيه ما يبقاش عندك قوة وتسيب نفسك خالص وتترك نفسك لقوتي ونعمتي، فأنا سأنطقك وأحملك حيث أنا أريد. ما تقلقش ما تقلقش، اللي جاي بتاعي مش بتاعك. أيوة برضه معلش، هل انت عايز ايه؟ ما اعرفش، يعني انا عندي بنت صغيره خالص لسه عندها 4 شهور، وانت عارف ان جاي من عايز. انا بس نفسي اقول بقى شويه يعني انت عايز البنت ولا عايز مني ولا عايز انا مكسوف اقول لك. قال لي خلاص انا بس كل اللي عايز اعلمه لك، اللي عايز اعلمه اوعى في يوم من الايام تكون حياتك في دماغك او في ذكائك او في حكمتك. عندما تمتلئ حكمتك الى زوال، حكمتي تكمل فيك، وعندما تنتهي قوتك الى خوار، قوتي تكمل في ضعفك، وعندما تنتهي تماما كل حساباتك البشريه، حسابات السماء تبدا فعاليتها بقوه في حياتك. قول امين في اسم الرب يسوع. ما تخافوش، انا لسه قاعد اهو. لقيت مركب مع التاني راح قاعد يقول لي تعرف تعوم؟ قلت له لا. عايز ترجع؟ قلت له عندي سؤال، يعني المنظر ده اكيد عايز. قال لي طب خد الهند ده بتاع دي البسوحة العوامة، لبست الطوبة والعوامة، واضح انك بتعرف الحاجات دي اكتر. طب ها؟ ما اعرفش ربنا نتعرف على اللي عايش. المهم خدت البتاعة دي، والراجل عمل ايه يا حبايب؟ اللي مش عمل ايه؟ انا قوتي فين في الموضوع ده؟ ولا حاجة، انا ماسك فين؟ عمل ايه؟ سايب ابنك مرخى عمل ايه؟ مراتي بتقول ايه اللي جابك؟ هو ده في الحته اللي هناك، انا كنت بصرخ عليه، قلت له انا اتنبحت ما لقيتش حد بيصرخ في الحقيقه. بس في نفس الوقت انا مبسوط. قالوا لي ليه مبسوط؟ اتعلمت الدرس. اتعلمت الدرس. رايت صلبك تحرق تماما بالنار. رايت كل معتقد بشري، اولادي ربيتهم في الايمان، اخواتي اللي شاطرين جدا جدا، الناس الحلوه اللي انا اتكلت عنها، ولا حد موجود ولا حد موجود، ولا صديق موجود ولا اخ
كام سنه وكنت في العنايه المركزه ولا حد موجود حواليا، ولا حد موجود. مراتي قالوا لها ما تدخليش، الوضع خطير والحاله صعبه، مش ممكن تقدري تدخلي. ما فيش ولا حد، ما فيش صديق ولا اخ ولا حبيب، وانت في الاوضه المقفوله دي وبرضه نفس الوضع. سلم نفسك كده، والرب بيقول لك ايه الاخبار؟ قول طبقه وحدك واسمك وحدك، لك وحدك القوه والقدره والعظمه والاجلال. انا الخالق كل الاشياء وبغيرك انا لم يكن شيء من مكان. احملني شلني، انا مش قادر مش قادر مش قادر. لا اطلب قوه بعد، ارفعني مره ثانيه، اغلق فيا زي النسور عمر جديد. وقف قول له الكلام ده لقلبك، وقف قول له الكلام ده لقلبك، قول له يا رب العمر اللي جاي بتاعك مش بتاعك، انا مش عايز حاجه لنفسي ثاني. وقف على رجلك من فضلك دقيقتين ولا ثلاثه ولا اربعه، اقعد يا رب واطالب بحق فيه.